السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة راح نتكلم فيها عن واجبات الممارس الصحي أو الإخصائي تجاه المريض وواجباته تجاه طلاب الامتياز. إذا مسك طالب إيش مسؤولياته؟ إيش المفروض يعمل؟ إيش ما يعمل؟ طلبت منكم تكتبوا لي بتويتر إيش الأشياء اللي أنتوا قد واجهتوها لما كنتوا طلاب امتياز، إيش المشاكل، إيش المواقف اللي واجهتوها مع الأخصائيين. راح أتكلم عنها، راح أركز عليها عشان نضمن بإذن الله أنها ما تتكرر. نقول إن شاء الله أن الأخصائيين اللي يمسكون الانترنز قاعدين يشوفون الحلقة، فأبغى أستفتح الفيديو بهذا الموقف. أحد من الأخصائيين أرسل لي لما كان امتياز إيش اللي صار معه. هذا الموقف يعني تقصير الأخصائي اتجاه المريض وتقصيره اتجاه طالب الامتياز. يعني هذا الموقف يختصر اليوم أنا عن إيش بتكلم، إيش كان يقول. كان في أخصائية بيديا أعطتني مريضها وراحت، وممنوع أني أصرف للمريض أداة معينة، وما أقدر أسوي أي شيء بدون إذنها، بما أنه هو لسه طالب امتياز فما عنده صلاحية أنه هو يصرف لها أو يصرف للمريض هذا الشيء، وما أقدر أسوي شيء بدون إذنها. ورحت أدورها وقعدت أنتظر 45 دقيقة أنا وأهل المريض، وجاية معها قهوة قهوة ومعها قهوة، يعني 45 دقيقة. يعني حتى القهوة ما تأخذ 45 دقيقة أنت لو تروحين تجيبين، وأنا ما أدري وش المسكة أنك أنت في نص الجلسة تقررين تروحين تجيبين قهوة. No comment. أنا يعني أنا هذا الموقف اللي ما قريته تمنيت إني أنا ما قريته، تمنيت إنه فعلياً ما كان في كذا أخصائي. يعني أولاً طالب الامتياز أنت من حقك كأخصائي أولاً إنك تكون قدوة له، قدوة له سواء بالتعامل مع المريض، بالتعامل مع الزملاء في القسم، قدوة له حتى في التعليم، لأنه هو بيكبر ويصير أخصائي وبيمسك طلبة برضه، فأنت لازم يعني لازم يذكرك انه انت كيف كنت تدرس، انه انت يعني انت برضه انه غير انه انت اخصائي انت معلم، انت منتور، انت تدرس طالب الامتياز اللي معاك، فانت لازم تكون اول شيء قدوه لهم. مثل ما قلت كيف تتعامل انت مع اللي حوالينك، انك انت ما تحكي في الاخصائيين اللي معاك في القسم، ما تتمشكل معاهم، ما تتكلم معاهم باسلوب مو كويس، غير كذا انت كيف تتعامل مع المريض واهله. يعني المريض يعني من كم الكم ينتظر الموعد يجي، تتركونه مع طالب امتياز، وأنا ما أقلل بطلاب الامتياز أبدا، ولكن تتركونه مع طالب امتياز زي هذا الموقف إنه هو يحتاج إنه يصرف له جهاز معين ولا قدر لأنه ما عنده صلاحية، وأنت تروح أو تروحين تجيب لك قهوة، تقصير، هذا تقصير. فما أعتقد إنه أنت كذا قدوة كويسة، لأنه حتى هو رح يصير يتساهل فيما بعد أنا الله أكبر، يعني قد كم مرة تركوا مريض وراحوا خذوا قهوة، راحوا خذوا بريك في نص الجلسة، طلعوا يتكلمون، طلعت ترد على الجوال، أياً كان المريض من جلس يعني من حقه هذه الجلسة كاملة سواء كانت ساعة ساعتين من حقه، أنت كأخصائي أو أخصائية أنك تعطيه الجلسة كاملة، تسمع له، تجاوب على استفساراته، تعطيه من قلب أنت إيش تعلمت، حتى بالتكنيكس، حتى بالتريتمنت أنت المفروض ما تقصر. هذا من ناحية هذا الموقف. يمكن أنا شوية معصبة، ماني قادرة أجمع أفكاري لأنه هذا الموقف أنا ماني قادرة أستوعب أنه يعني أنتوا تخيلوا لا سمح الله أحد من أهاليكم اللي كان مكان هذا المريض، كيف أنت حتشوف أنه الأخصائي كذا قرر في نص الجلسة أو ما هو قاعد يحترمك أساسا، أنت كمريض وأهل المريض ما في أي احترام من الأخصائي بالنسبة لك، قرر في نص الجلسة يطلع يجيب قهوة أو تطلع تجيب قهوة، هذا يدل على إيش؟ احترام؟ أبداً. معطيك حقك أنت في الجلسة؟ أبداً. أنت قدوة كويسة للطالب؟ أبداً. فأتمنى من كل قلبي أنه ما في أخصائيين كذا، أتمنى. أنا ما أعرف مين الأخصائي والأخصائية ولا أبغى أعرف مين هما، ولكن أتمنى أنهم يشوفون هذه الحلقة، وأتمنى أنه يعني حسوا على نفسهم شوي. طيب كذا ناخذ نفس نروق، نتكلم الآن عن
إيش حقوقك يا طالب الامتياز من الأخصائي اللي ماسكك أو المسؤول عنك؟ حقوقك إنه أنت تتعلم أو تأخذ التجربة العلمية كاملة من وإلى في أي قسم أنت تروح له. أنت من حقك تسأل، أنت من حقك إنك تشوف الباقيين إيش قاعدين يعملون تكنيكس وتروح تسألهم. حقك إنه تقعد مع الأخصائي المسؤول عنك ويسمع لك أنت إيش الأشياء اللي متخوف منها، إيش الأشياء اللي تبغى تجربها، إيش الأشياء اللي أنت ما فهمتها شفتها مثلا شرح لك إياها بس أنت لسه ما فهمتها ولا تبغى لسه تطبقها. فهذه من حقوقك أنت يا طالب الامتياز من الأخصائي اللي ماسكك. أيضا برضو أنت يا الأخصائي ما ينفع أنه أنت تعامل المرضى أو تعامل الانترنز اللي أنت مسؤول عنهم على حسب مزاجك اليوم. أنت مجرد ما تطلع من البيت اترك كل شيء في البيت، دخلت المستشفى خلاص خلي الآن مزاجك أنت مركز في المستشفى، تفكيرك مركز في المستشفى. مجرد ما طلعت من المستشفى رايح البيت خلاص اترك كل مشاكل المستشفى في المستشفى، لا تجيبها معك البيت، واللي في البيت لا تجيبه معك المستشفى. وعطي الانترنز يعني وقته بأنه يتكلم هو إيش متخوف منه، يتكلم هو إيش يبغى يجرب. من حقه أنه أنت تعطيه مثلا تتكلم عن الحالات اللي أنت تشوفونها بشكل كامل، تجلسوا معاك تعلموا على السيستم، تعلموا أنه أنت إيش المفروض تقرأ، إيش اللي إحنا يهمنا كأوتيز، كيف ممكن نكتب الدوكيومنتيشن، غلط مرة مرتين أنت من حقك ترجع تعلمه. برضو من ضمن القصص اللي قد جتنا أنه الأخصائي ما يبادر وهو اللي يعلم، يمسك طالب الامتياز وهو اللي يعلمه، لا يقول أنا أنتظر هو اللي يبادر، أنا أنتظر هو اللي يسأل. لا، أنت برضو من واجباتك أنت كأخصائي أنت تكون قايد لهم، يعني تكون منتر لهم، تكون قايدنج لهم. يمكن هم مو عارفين وش يسألون، هم ما يدون هم وش مفروض يتعلمون، وش مفروض يستفسرون، وش مفروض يجربون. فأنت عادي ممكن تمسكهم وأنت تعلمهم، عطيهم كل اللي عندك، عطيهم كل اللي أنت تعلمته. زكاة العلم نشره، فلا تقول إنه أنا لا أنتظر هم اللي يبادرون، أنتظر هم اللي يسألون، لا أنت أمسكها وعلمها. يعني فعلياً في كثير أخصائيين أجانب بدون ذكر الجنسية كانوا يمسكوننا، يعني يعطونا معلومات قد ما يقدرون، يبغون يختصرون خبرة 20 سنة بشهرين إحنا كنا معاهم. ليش؟ لأنهم عارفين إنه إحنا اللي راح نمسك بعده، فما ينتظرون إنه إحنا نجي نسأل، ما ينتظرون والله هو ما بادر أنا ما راح أبادر. ابدا مو كذا ابدا الموضوع، عادي امسك وعلم كل اللي انت تعرفه. واخيرا من حق الاخصائي على الاخصائي او الاخصائي على طالب الامتياز او الاخصائي على المريض الاحترام والابتسامه والتعامل بلطف. يعني هذه اول شيء كانوا حاطينها هيئه التخصصات، وبحط لكم الرابط في ايش اخلاقيات المهنه اتجاه الاخصائي او اتجاه طالب الامتياز او اتجاه المريض. أول شيء التعامل بلطف، الابتسامة، الاحترام. وبعدين يعني ابتسامة في وجه أخيك صدقة. يعني أتمنى من كل قلبي أنه ما تقصرون مع طالب الامتياز في أي شيء، في أي شيء، سواء بالشغل أو سواء بالتعامل بينك وبينه، سواء تعامل شخصي ويا كان إلى آخر. وبالأخير كونوا قدوة حسنة، كونوا قدوة لطلابكم، عطوهم وقتهم، اسمعوه، جاوبوا استفساراته. الطالب الامتياز ما جاء عشان يحمل اللود حقكم أو يحمل مرضاكم، أبدا. أنتم كذا فاهمين غلط. أنا كثير أسمع إنه عندك طالب امتياز كويس والله يشيل عنك المرض، يشيل عنك اللود، عطى بس المريض خلنا نطلع، خلي يشوف المريض بعد البريك وتأخر. لا أبدا، هم ما جاوا عشان كذا، هم جاوا عشان يتعلمون، عشان أنتم تعلمون، وانتوا تقعدون معاهم وانتوا تطولون بالكم. انت كذا ما انت قدوة كويسة، انت كذا ما تحترمهم، انت كذا تعطي صورة سيئة عن نفسك كأخصائي اولا وكشخص ثانيا. فتكلمت بشكل مختصر جدا عن حقوق طالب الامتياز من الاخصائي المسؤول عنه. جتنا صراحة كثير تعليقات، كثير مواقف، كلها يعني على مبدأ إنه الأخصائي يعاملني على حسب مزاجه، اليوم كويس بكرة لا، يعاملني إنه ما يجاوب على استفساراتي، كل مورد غطاها، ما هو قاعد يعلمني كويس،
أغلب المواقف كانت إنه يعطيني لود كثير، يعطيني مرضى كثير، وبالتالي أنا يعني مثلاً قعدت في القسم شهرين، أنا بس شفت يمكن 50 مريض، لكن من 50 مريض التجربة هذه كلها يمكن أنا ما تعلمت إلا شيء شيئين، أنا ما استفدت إلا إنه أنا شلت عنه لود، هو اللي استفاد مني، أنا ما استفدت منه ولا علمني. فأتمنى من كل قلبي الأخصائيين الجدد اللي ماسكين امتياز ما تصير هذه الأشياء، لأنه نبغى نطلع بمخرجات كويسة من طلاب الامتياز، لأن حتى هم مستقبلاً راح يمسكون مرضى، راح يمسكون طلاب امتياز، فنبغى يكون التأسيس صح. هذه أول تجربة لهم في العملي، أول تجربة لهم يمسكون مرضى يكونوا مسؤولين عنها، فحاولوا تخلون تجربتهم كويسة، يتعلمون ويستمتعون. وبالأخير احتسبوا الأجر، سواء كنتوا تتعاملون مع مرضى أو مع طلاب امتياز، أنت كذا تعالج وأنت كذا قاعد تتعلم، لك أجر في كل الحالتين، احتسبوا الأجر. عموما إحنا كذا خلصنا، كانت حلقة جدا قصيرة، إن شاء الله إن شاء الله أنكم استفدتوا، إن شاء الله أنكم استفدتوا لو شوي. نشوفكم إن شاء الله بحلقة ثانية، علمونا أو اكتبوا في الكومنتس تحت إيش الأشياء اللي تبغون نتكلم عنها، إذا تبغون أكمل في أخلاقيات المهنة، إذا تبغون شيء ثاني إحنا حاضرين. فإن شاء الله نشوفكم على خير.